إسرائيل لديها التزام كامل بالدفاع عن أراضيها والدفاع عن نفسها واتخاذ كل ما يؤدي إلى هذا الهدف. مرتين إيران قامت بإطلاق الصواريخ. كان هناك هجوم صاروخي باليستي الأكبر في التاريخ ضد إسرائيل. لقد وقفنا أمام هذا الهجوم وإسرائيل لم تقف صامتة. إسرائيل لديها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها واتخاذ قرارها. لابد أن أتذكر، وأنا كذلك أتذكر تماما كل هذه المخاطر وكل هذه المساعي، ونحن ننتظر إلى اتخاذ ردة الفعل المناسبة في التوقيت المناسب، خاصة فيما يحدث في غزة وكذلك في لبنان. هناك توترات شديدة. في الشمال. قمنا بتدمير جزء كبير وروجنا القذائف، والآن يدمرون منظومة الأنفاق. هناك تهديد كبير. نصر الله قد سخر منا وقال إننا كخيوط العنكبوت. إسرائيل دولة قوية ولديها جيش قوي. نحن لدينا كل الحق في الدفاع عن أنفسنا ومواجهة كل هذه التهديدات. وكذلك مواجهة كل التهديدات الصادرة من اليمن، العراق، وإيران، وغزة. واجهنا هذه الصواريخ الباليستية. لا دولة تقبل على نفسها هذا الحجم الكبير والهائل من التهديدات. فلذلك إسرائيل يتحتم عليها أن ترد، وستفعل ذلك في التوقيت الملائم. ونحن بقرابة العام الجديد نقوم بالاستعداد الجيد، ولا ننسى نهائيا الأسرى في غزة منذ 7 أكتوبر، وكذلك كل الأبطال في لبنان وفي غزة. إنها حرب للوجود، لا يوجد حربا أكثر عدالة من هذه الحرب التي نواجهها.